ايه ده؟ انت مجنون؟ تعالى معايا يا بابا، تعالى معايا. اجي ندى، تعالى معايا. اها كلام عدر امار. ما عادش فيها كلام. لا ده فيها كلام كتير كمان. خبر ايه؟ هتقتلني ولا ايه؟ يا ريت، يا ريت ما كنتش امي، يا ريتك كنت حد تاني. اها ليه يا حسن؟ عملت ايه يا حسن؟ ولا يعني كنت عايزني اقعد في البيت لوحدي استنى اللقمه اللي هيرميها لي مروان وهو قاعد تحت باب كريمه؟ انا معاكي، انا قلت لك اني مش هسيبك. وانا كمان عملت كل ده عشان كل حاجه تبقى تحت يدك. محرم؟ ماله محرم؟ عمده البلد وكبيرها وابو مرتك، ايه اللي يعيبه؟ طبعا البلد كلها عرفت. اها ما يعرفوا، هو أنا اشتغلت غزية في مولد؟ يا حبيبي افهم. ما عاوزش افهم حاجة. لا لازم انت تفهم كل حاجة بتحصل حواليك. مروان جاب واد من زينب كريمة، يعني كل حاجة كانت في يده راحت ليد زينب. دلوق هو حيعرف ان انت ومحرم واقفين كده مع بعض، يعني يفكر 100 مرة قبل ما يرفع حسه في البلد. تقومي تتجوزيه؟ فيها ايه؟ ما هو كمان دلوق محرم ومروان مستحيل يحطوا يدهم في يد بعض. وبعدين محرم فاكر انه ملكنا، بس الحقيقة ان احنا اللي دخلنا بيته، ومن هنا احنا هنعمله البيت الكبير اللي كل واحد في البلد يفوت قصاد البيت يطاطي راسه ويحط عينه في الأرض. الناس هتقول إيه؟ ولا حاجة، هيجوا يأكلوا ويشربوا ويغنوا ويرقصوا وهما ماشيين يدعوا لي أنا ومحرم باشا بطولة العمر والمهلة. يا حبيبي أنا ما عنديش حد في الدنيا غيرك حبيبي. مبروك يا جبريل.